مرحبا. في كثير من المراجعين اللي زاروني مؤخرا بيعانوا من الابتسامة اللثوية. الابتسامة اللثوية هي ان حجم لثتك اللي بيبان خلال ابتسامتك بيكون كثير كبير وحجم اسنانك بيكون صغير. العلاج بيكون جدا بسيط، اما عن طريق الليزر او عن طريق تدخل جراحي بسيط. هذا الاجراء جدا مهم في معظم الحالات اللي بنسوي فيها ابتسامة هوليوود او القشور الخسفية، واحيانا في زراعة الاسنان في المنطقة الامامية. في معظم الحالات بتكون نتيجة كثير حلوة زي ما انتم شايفين.